فكثرة الذكر تدل على الحب، فإذا أحببت الله دل على أن الله أحبك، ومن أحبه الله نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون محبوبا لدى أهل السماء وأهل الأرض. هذا الذاكر لله صار محبوبا، ومن نسمت له من محبة الله نسمة واحدة أصبح معشوقا لدى الخلق، كل الخلق يعشقه، كل الخلق يحبه، لا لذاته، لأن فيه هذا النور الإلهي من ذكر اسم الله. فاسم الله، اسم الله المقدس هو الاسم الأعظم، فإذا وجد في إنسان عشقه الوجود كله، سواء كان حجارة أو خشبا أو جبلا أو أرضا أو شجرا، كل الخلق يعشقه لأن فيه اسم الله، لأن فيه هذا السر العجيب في هذا الكون، اسم الله الأعظم. لذلك ذكر الله يا أخواني هو جذبة الله لعبده، الله يجذبك إلى محبته، يجذبك من أعمالك، من أهوائك، من محبوباتك، يجذبك إلى مجالسته. فإذا جالسته وذكرته ذكرت، ثم إذا ذكرته ذكرت، ثم إذا ذكرته رفع الحجاب فيما بينك وبينه. فلذلك الذاكر لله هو أقرب الخلق إلى الله، مجالس لله، مقبول الدعاء، مرفوع الطاعات والعبادة، له محبوبية في خلق الله، له محبوبية في هذا الوجود. كل الوجود يعرف الذاكر لله، كل الوجود، بل يتقرب الوجود بالحب له. وما سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأراضي ليسأل بعضها بعضا، تقول لها الأرض للثاني، تقول لها يا جارة.